السلام عليكم. اليمن بدأت بالتحرك شيئا فشيئا تجاه حرب داخلية جديدة مرة أخرى، وذلك بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة، وكذلك وبشكل خاص التصعيد الذي يجري تجاه الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر. وهذه المرة النشاط قادم من قبل الحكومة الشرعية اليمنية. التفاصيل كانت قد نشرت على مواقع وصفحات مهمة مثل الشرق الأوسط أو القدس العربي، وكذلك عدد من الأوساط اليمنية هي التي نشرت هذه التحركات مثل المشهد اليمني أو عدن الغد وغيرها. وكما تلاحظون هنا التفاصيل تأتي مرتبطة بالعميد الركن طارق صالح، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني. هذا الرجل استقبل في اليومين الماضيين وفدا عسكريا قادما من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وناقشوا مسألة الملاحة وأمن الملاحة العالمية في البحر الأحمر بشكل عام في ظل هذا التصعيد الذي نراه وبشكل يومي من قبل جماعة الحوثي. وواحدة من الأمور التي نوقشت أيضا هي جهود وجاهزية أو بحث جهود وجاهزية القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية وسبل دعمها وتطويرها لتعزيز دورها في تأمين حدود اليمن البحرية. من التفاصيل واضح أن هنالك حراكا لمشاركة القوات البحرية الخاصة بالحكومة الشرعية اليمنية بأن تكون حاضرة هي بنفسها هذه المرة على مستوى البحر الأحمر وما يجري في مضيق باب المندب. والعميد طارق صالح أيضا كان قد ظهر أثناء استعراض قاده بنفسه لتشكيلات خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية بهذا الشكل، واستعرضوا استعراضا كبيرا كما تلاحظون في مدينة المخا أيضا التي تأتي على البحر الأحمر كما تلاحظون. ووجه العديد من التصريحات النارية تجاه جماعة الحوثي التي أكد بأن جماعة الحوثي هنا تؤثر على اليمن، على الموانئ اليمنية، على اليمنيين بشكل عام، وطبعا وصفهم بأذرع إيران، واعتبر أن العمليات التي يقومون بها هي عمليات إرهابية، وبأن القوات اليمنية ستكون حاضرة بنفسها لتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه تحرك أيضا تجاه القطاعات البرية للجيش الخاص بالحكومة الشرعية اليمنية على محور الحديدة هنا كما تلاحظون، ورفع من طبيعة جاهزية القوات اليمنية بشكل عام في حالة أي تصعيد قادم أو اشتباك مباشر مع جماعة الحوثي. بالتالي هذه التحركات تعطي فكرة واضحة أن الأمور من الممكن بسرعة أن تنزلق لحرب جديدة داخلية بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية اليمنية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك شخصية أخرى وهي اللواء عيدروس الزبيدي، وهذا الرجل هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني. هذا الرجل نشرت له تصريحات على الميدل إيست مونيتور كما تلاحظون، وعددا من الأوساط العبرية التي أكدت بأن هذا الرجل في حقيقة الأمر قد أرسل رسالة إلى الجانب الإسرائيلي. إذا ما اعترفت إسرائيل بمسألة اليمن الجنوبي فإنها ستجد حليفا يمنيا قويا في منطقة استراتيجية مهمة للغاية. وأيضا التفاصيل التي نشرت أكدت بأن هذا الطرف أيضا من الحكومة الشرعية اليمنية وتحديدا اللجنة التي أو المجلس الانتقالي الجنوبي هو أيضا مستعد لتأمين المياه الإقليمية ولتحقيق مواجهة مباشرة مع جماعة الحوثي ومنع جماعة الحوثي من القيام بما تقوم به. وطبعا كل هذه الأمور اشتعلت بهذه السرعة الكبيرة، وذلك بعد ما كل ما جرى لهذه السفينة النرويجية ناقلة النفط ستريندا التي كانت متجهة من ماليزيا إلى إيطاليا. السفينة ليست إسرائيلية، طاقمها هندي لا علاقة له بإسرائيل، وكذلك السفينة كما هو واضح لم تكن متجهة لإسرائيل ولم تكن إسرائيل محطة لتوقف هذه السفينة. بالتالي الأمر مرتبط بالملاحة العالمية. جماعة الحوثي استهدفت هذه السفينة بصاروخ بحري كروز مضاد طبعا للسفن، وتمكنوا من إصابة هذه السفينة. لم تغرق السفينة، لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، ولكنها حادثة خطيرة وخطيرة للغاية. ولذلك بسرعة الآن بدأنا نرى الأمور تتحرك في الداخل اليمني. وإذا ما أردنا أن نأخذ فكرة ما الذي ممكن أن تفعله الحكومة الشرعية فعلا إنما بدأت بالقيام بكل الأمور التي تحدثنا عنها، سنلاحظ بشكل واضح أولا بأن باللون الأزرق والأخضر هذه كلها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، وتلاحظ بأن السيطرة تأتي بنسبة 70% بالنسبة لهم، أما بالنسبة لجماعة الحوثي التي تسيطر طبعا على صنعاء
والمدن المحيطة بها، هم يسيطرون على ما يقارب 30% كما تلاحظون من الأرض اليمنية. وبشكل عام الحكومة الشرعية تسيطر كما نلاحظ على الجنوب بأكمله، أي أنها ليست قادرة فقط على عملية تأمين الملاحة الموجودة هنا في خليج عدن متجهة إلى مضيق باب المندب، ولكنها قادرة على تأمين كل هذه المياه التي نراها بهذا الاتجاه باتجاه طبعا بحر العرب متجهة طبعا إلى عمان وإلى خليج عمان. بالتالي هذه المنطقة كلها ستكون مؤمنة إن تم تفعيل الحكومة الشرعية والقوات البحرية وتطويرها والاستثمار بها بشكل أكبر. ولكن الأمر الأهم والنقطة الأهم هي مضيق باب المندب، المضيق الاستراتيجي الخاص المطلوب، عامل كثير وكبير من الحكومة الشرعية وما يأتي بعد باب المندب، لأن أكثر الاشتباكات وأكثر عمليات الاحتجاز من جماعة الحوثي والاستهدافات تأتي في هذه المنطقة وتأتي بالمرتبة الثانية طبعا خليج عدن الذي نتحدث عنه. إذا ما ذهبنا طبعا إلى مضيق باب المندب، هذا المضيق المهم للغاية، فبالنسبة للحكومة الشرعية كما هو واضح هي تسيطر على هذه المناطق الجنوبية، وكذلك تسيطر أيضا على مضيق باب المندب 100%. هي تسيطر على ذباب، هذه المنطقة المهمة للغاية، وكذلك على نقطة أخرى يطلق عليها طبعا المخا التي تحدثنا عنها، أو المخا كما يطلقون عليها في بعض المحافظات الأخرى اليمنية، وكذلك أيضا نقطة أخرى ومهمة وهي طبعا نقطة الخوخة، وهم يسيطرون عليها بالنسبة للحكومة الشرعية. وبعد ذلك تأتي السيطرة لجماعة الحوثي التي تسيطر طبعا على المناطق التي تأتي بعدها كالحديدة على سبيل المثال وصنعاء كما لاحظنا، وجماعة الحوثي أيضا تتواجد تقريبا إلى غربي وإلى شرقي تعز، ولكنها لا تسيطر على تعز. الحكومة الشرعية هي التي طبعا تسيطر على وسط تعز بشكل مباشر، وبالتالي هذا هو شكل السيطرة تقريبا في المنطقة التي نحن معنيون بها. وبالتالي بالنسبة للحكومة الشرعية الذي ممكن أن تقوم به هي ممكن أن تؤمن السفن عندما تصل إلى هذه المنطقة إلى مضيق باب المندب من خلال السفن التي رأيناها والقوات البحرية الخاصة بها والخفر طبعا الخاص بالقوات اليمنية للحكومة الشرعية اليمنية، ممكن أن ترافق هذه السفن من دون أي مشاكل. بالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية هي غير قادرة بطبيعة الحال على التصدي مثلا للصواريخ البالستية لجماعة الحوثي أو الطائرات المسيرة المتقدمة التي تمتلكها جماعة الحوثي، هذه لن تتمكن من القيام بشيء لها، ولكنها ستكون قريبة من هذه السفن إذا ما كان هنالك استهداف بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها ستكون قادرة على الاشتباك ومنع جماعة الحوثي من استخدام الزوارق كما فعلوا مع سفينة جالكسي وقاموا باختطافها. بالتالي هم سيكونوا حاضرين لعملية الاشتباك ومنع سفن جماعة الحوثي من تحقيق أي شيء، وبالتالي السفن ستكون أكثر أمانا مع تفعيل القوات البحرية الخاصة بالحكومة الشرعية. وعندما تصل مثلا إلى هذه النقطة، نقطة الحديدة الخطيرة التي تعتبر من النقاط والمياه الخاصة بجماعة الحوثي، ممكن أن ترى المدمرات الأمريكية حاضرة هي والمدمرات الفرنسية أو البريطانية لحماية طبعا طبيعة حركة هذه السفن. وجماعة الحوثي هنا طبعا بدأوا يصعدون مع كل هذه التحركات، واعتبروا أن التحركات الخاصة بالحكومة الشرعية اليمنية هي تحركات لحماية إسرائيل، وأن هنالك قطاع غزة وحرب على غزة وأبرياء يقتلون، وبالتالي هنا الحكومة الشرعية بمنظور جماعة الحوثي هي تساعد إسرائيل من خلال هذا التطور وهذا التصعيد، وهذا التهديد كان قادما من قبل المكتب السياسي التابع لحركة أنصار الله التابعة طبعا المرتبطة بشكل مباشر كما هو معروف بجماعة الحوثي، ونتحدث عن محمد البخيتي الذي نصح طبعا طارق صالح أو حتى عيدروس الزبيدي وقال لهم بشكل واضح بأن الأمور يعني أنكم ستكونون بجانب إسرائيل وهذا أمر لن يكون بصالحكم والجميع سيقف ضدكم والشعب اليمني بشكل عام الأصيل سيكون ضدكم كما وبحسب طبعا تعبيره. وبشكل بشكل عام هذا قد يعني بأن جماعة الحوثي مستعدة تماما لأي اشتباك مع الحكومة الشرعية اليمنية في المياه، ممكن أن يشعل الحرب كما نتحدث الآن مباشرة في ظل هذا التصعيد في المياه، وهذا يفتح الباب بشكل واضح بأن تكون هنالك أيضا استهدافات من قبل جماعة الحوثي أيضا تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه الإمارات العربية المتحدة وتحديدا تجاه المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة. سبق لهم أن هددوا بهذا
هذا الأمر إن تحركت الحكومة الشرعية فسيعتبرون أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي التي دخلت طبعا بهذا الصراع وبهذه الاستهدافات، وعلى هذا الأساس سيقومون باستهدافهم، وهددوا باستهداف أيضا السفن النفطية الموجودة في المنطقة بشكل عام لإدخال المنطقة بصعوبة وإدخالها بحرب خطيرة للغاية على المستوى النفطي وإمدادات الطاقة، منطقة استراتيجية مهمة للغاية طبعا، ولكن العالم مضطر للدخول، وتبدو الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة مضطرين لتأمين الملاحة بشكل عام. فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال قد تجد أيضا فرصة من خلال هذا التصعيد لكي تقترب أكثر من المملكة العربية السعودية. ولماذا نحن نقول بأن الأمور قد تكون مضطرة للتحرك بهذا الاتجاه؟ لأن جماعة الحوثي صعد في البحر الأحمر بشكل غير مسبوق. اليوم على سبيل المثال كان هنالك تحذيرا من هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية بأن هنالك حادثا قبالة الحديدة التي نتحدث عنها في هذه المنطقة تحديدا على بعد 90 كيلومترا من ميناء الحديدة، وفجأة جاءت المعلومات لتتحدث من الاي بي سي نيوز الأمريكية بأن هنالك صواريخ استهدفت هذه الناقلة النفطية ألا وهي أردمور إنكاونتر، تم استهدافها طبعا بصاروخين تحديدا. السفينة والناقلة كانت في حقيقة الأمر تتجه من الهند إلى قناة السويس، أي أنها ليست متوجهة إلى ميناء إيلات. مرة أخرى تبدو القصة متشابهة مع سفينة ستريندا التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي استهدفتها جماعة الحوثي، ولكن جماعة الحوثي لك نداءات استغاثة من هذه السفينة من أجل مساعدتها، ولكن لا إصابات بهذه السفينة. أيضا كان هنالك حادثا من نفس الهيئة البريطانية التي تحدثنا عنها تحدثت عنه بشكل واضح بأن هذا الحادث جاء هنا قبالة السواحل العمانية، وبأن كانت هنالك عددا من السفن والزوارق التي كانت في حقيقة الأمر تطارد سفينة وناقلة بشكل مباشر، تطاردها وتحاول ضبطها ولكنها لم تتمكن من فعل شيء. ولكن الإنذار واضح ولا أحد يعلم ما الذي جرى هنا في هذه المنطقة، هل هو الجانب الإيراني، هل هي جماعة الحوثي قطعت كل هذه المسافة لتصل إلى هنا، الشكوك تذهب لإيران، ولكن الملاحة في خطر وخطر كبير للغاية. إسرائيل من جهة أخرى أيضا دخلت على الخط بقوة، ولأول مرة أعلنت إسرائيل من قبل وزارة الدفاع الخاصة بها بإدخال 4 فرقاطات خاصة بها بحرية من نوع ساعر 6 التي ترونها هنا، قالوا بأنها قد دخلت إلى البحر الأحمر في رسالة مباشرة لجماعة الحوثي. وهذه الفرقاطات ليست بالعادية أبدا، هي يصل وزنها إلى 2000 طن، ثقيلة للغاية، تحمل 20 نظاما، 18 من الأنظمة التي تحملها هي من الأنظمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك إحدى المنظومات التي تحملها هي منظومة معدلة من منظومة طبعا القبة الحديدية ألا وهي ويطلقون عليها سيدوم. هنالك نظامين خاصة بهذه الفرقاطة تستطيع وقادرة على عملية تدمير أي هجوم بالصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز المضادة للسفن، بالتالي هي ليست بالفرقاطات العادية أبدا، بل أن هنالك مقترحات في الأوساط الأمريكية أن تبدأ الاستهدافات على جماعة الحوثي بحسب The New York Sun، كما تلاحظون من أحد المحللين الذي قال ما نحتاجه هو هجمات ضد أهداف للحوثيين في اليمن وأهداف للحرس الثوري الإيراني في اليمن، لتحميل إيران مسؤولية ما تقوم به جماعة الحوثي كما تحمل إيران مسؤولية ما تقوم به إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية. ما تقوم به إسرائيل عادة إيران والفصائل المسلحة تستهدف القوات الأمريكية لأنها تحمل مسؤولية الدعم المباشر لإسرائيل، رغم أن إسرائيل هي التي تقوم بهذا الأمر. بالتالي هم يريدون قلب المعادلة بهذا الشكل، وخاصة وهذه الأمور أصبحت مهمة وملحة خاصة بالنسبة لإسرائيل تحديدا، وذلك بسبب أن الكلفة قد ارتفعت على مستوى التأمين لهذه السفن، كما نشرت الوول ستريت جورنال كما تلاحظون في 24 ساعة الماضية من شركة ميرسك التي قالت إنها ستضيف رسوما إضافية لمخاطر الطوارئ بقيمة $50 لكل حاوية مقاس 20 قدما و$100 لكل حاوية مقاس 40 قدما للسفن التي يتم تفريغها في إسرائيل. لماذا هم أزادوا هذه الكلفة؟ قالت شركة النقل إن التكلفة الإضافية ستغطي أقساط التأمين التي ارتفعت بنسبة 200% منذ أكتوبر. لاحظ الكلفة الكبيرة. هذا
وهذا يعني بأن المواد بشكل عام عندما تصل إلى إسرائيل ستكون باهظة الثمن. تصعيد كبير، تطور كبير، والجميع يترقب كيف من الأمور أو كيف من الممكن لهذه الأمور أن تتصاعد في الداخل اليمني.